اللاتي والاضطرار كبنات الأوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري. وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل كالفضل والحارث والنعمان في الذكر ذا وحذفه سياني. وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب أل كالعقبة وحذف أل ذا وحذف أل ذي إن تنادي أو تضف أوجب وفي غيره ما قد تنحذف. بسم الله الرحمن الرحيم. آخر المعارف وأحطها رتبة المعرف بذات التعريف، وهو قريب المسافة من النكرة. ولذا المعرف بأل يوصف بالجملة، والأصل أن الجملة يوصف بها النكرات. قال ابن مالك: ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا. قالوا من ذلك قول الله عز وجل: وآية لهم الليل نسخ منه النهار. قالوا نسخ منه النهار نعت الليل. قال الآخر: ولقد أمر على اللئيم يسبني. قال: يسبني صفة للئيم. قال: أل بكاملها حرف تعريف، كما أن من بكاملها حرف جر، أو اللام فقط أداة تعريف اللام فقط. والألف زائد الخليل يرى أن أل بكاملها حرف تعريف، وسبو يرى أنها كلها حرف تعريف لكن الألف زائدة، معتد بها لا يستغنى عنها. وقال غيرهما لخفش: قال التعريف اللام وحده. قال الدليل: أن أداة التنكير حرف واحد وهو التنوين، فلتكن أداة التعريف حرفا واحدا وهو اللام. استدل الآخرون واستدل بأن الألف لا تزاد أولى كما علم من التصريف. الألف تزاد ثانية نحو كاتب، تزاد ثالثة ككتاب، تزاد رابعة كحبلاء، تزاد خامسة كانطلاق، تزاد سادسة كاستخراج، تزاد سابعة كربعاء. جلسة المتربع لا تزاد أولى، وهما عمامان جليلان كل ما له رأي. قال: ألب كامل حرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط، ورجل عرفت قل فيه الرجل، وزجاج عرفت قل فيه الزجاج. ينبني على الخلف شيء هذا الشيء؟ لا ينبني على شيء، لا أعرف شيء ينبني على شيء. قال: وقد تزاد، وذلك نوعان: تزاد لازمة قارنت وضع الاسم، وضع الاسم وفيه ال كالأسماء الموصولة: الذي، التي، الذين، اللاتي. السمو ال، اليسع، اللات، العزى، النعمان، وضع الاسم وفيه ال. والاضطرار تزاد ضرورة شعرية كقول الشاعر: لقد رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس. تمييز لازم التنكير، اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا. فالتمييز تقول: عندي 40 كتابا، ولا تقول: عندي 40 الكتابة. وكذلك قول الآخر: قال: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبري. بنات أوبر نبت، وهو نوع من الصرفة العالمية وزن فعل، لكن قال بنات الأوبري ضرورة. وقد تزاد لازما كاللاتي والآن اسم الوقت الحاضر، والذين اسم موصول، ثم اللاتي، والاضطرار كبنات الأوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري. بعض الأعلام الأصل أن الاسم لا يجمع عليه بين معرفين. الاسم إذا عرف بالعالمية لا تزاد عليه إلا لأنها معرف آخر، لا تقول في مكة المكة ولا في زيد الزيد. بعض الأعلام جمع له بين العالمية وأل لأنهم لمحوا أصله، وأنه منقول مما يقبل أل، منقول من وصف كالفضل، فضل فضلا المصدر يقبل أل، تقول ضرب والضرب، وتقول نوم والنوم، هو نقيل مما يقبل أل فلحقته أل. أو يكون منقولا من وصف كصيغة مبالغة: عباس وضحاك وهمام، همام من لا تضحكها، عباس وضحاك يقال الضحاك، وحارث قال فيه الحارث. أو منقول من اسم فاعل كالحارث،
وبعض الأعلام عليه دخالي لمح ما قد كان نقله كالفضلي والحارث والنعمان. النعمان اسم للدمي وهو معروف من أحد سلاطين العرب في دولة المناذرة كالفضلي والحارث والنعماني فذكر ذا وحذفه السياني. قال أن لا تضيفه شيئا كان معرفا بالعالمية فلحقت أن فلم تفد شيئا عليكم السلام ورحمة لم تفد أن شيئا. وقيل بمالك ليس السيين إن لمحت الوصفة كثر ضحكه تقول الضحاك إذا لم تلمح ذلك تقول ضحاك. أضافت معنى هو يقبلها في الأساس ولكنك إذا ألحقتها أضفت معنى لا تخيلت معنى. إذا قلت عباس ذكرت كثرة العبوس إذا قلت الحارث ذكرت كثرة حارثه أو اتصافه بالحارث. قال ليس سيين لكنهما سيان في أصل التعريف أن لم تضف تعريف واضح هذا الفرق. ثم قال رحمه الله وقد يصير عالما بغالبا مضافا مصاب بعض الأعلام بعض المعرف بأل والمعرف بالإضافة التحق بالإعلام وصار من قبيل الإعلام لأصل العالم لا يضاف ولا يعرف بأل. بعض ما يضاف وبعض ما يعرف بأل التحق بالإعلام وصار مثلها. مثال ذلك ابن عمر وابن عباس معرف بالإضافة لكنه صار عالما على بعض من يطلق عليه. ابن عباس عبد الله وابن عمر عبد الله وابن مسعود عبد الله وابن عمرو عبد الله. وكذلك كالنجم للثريا والعقبة صارت عالما على مدينة في الشام وصل العقبة الطريقة في الجبل وكذلك الكتاب لسيبويه يقرأ الكتاب ويقرأ المدينة فهي المدينة النبوية حرسها الله تعالى. والصائق فلان بن خويلد كان يطعم الناس خارج مكة كان يطعم الحجيج خارج مكة وجاءت ريح شديدة كفأت قدوره فسب الريح فسقط صائقة قال له الصائق والصائق قتلت ناسا كثيرين. هنا قولي وبعض الأعلام عليه دخل لمح ما كالفضل وقد يصير عالما بالغلبة مضاف أو مصحوب أل كالعقبة وحذف ألذي إن تنادي أو تضيف أو جب. إذا أضفت لا بد أن تحذف أل لأن أل معرفة والإضافة معرفة والأصل لا يجتمع معرفان. تقول مدينة رسول الله ولا تقول المدينة رسول الله. ولبعضهم ثلاثة مثنان منها اجتمعا إضافة وأل وتنوين معا. لك أن تقول قلم نونت لك أن تقول القلم عرف لك أن تقول قلم وزيد لا يجتمعون اثنان. فتقول يا عباس ولا يقع الجمع بها إلا في الضرورة سوف يأتي في النداء وللاضطرار ينخص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل. حذف ألذي أن تنادي تقول يا عباس يا حارث يا نعمان أوجب. وفي غيرهما قد ترحل سمع قليلا هذا عيوق طالعا هذا عيوق اسمه العيوق نجم يعيق الالتقاء بين نوعين من النجوم. وسمع هذا يوم اثنين مباركا فيه نصب الحال بعده يدل على أنه المراد أنه معرفة الحالة لا معرفة. أقرأ مبتدأ زيد وعاذر خبر قلت زيد عاذر من اعتذر وأول مبتدأ والثاني فاعل نغن في أسار ذاني وقسوة كاستفهام النفي التقى ساكنا كسرت الأول تنوين ساكن وأل ساكنة كسرت الأول كقولك انشقت السماء ولا فرق بينهما. وقسوة كاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد والثاني مبتدا وذا الوصف خبر في سوى الإفراد طبقا استقى ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأياد شاهدة. سبحان الله. الابتداء العربية كلها جملتان جملة اسمية أساسها المبتدا وخبره وجملة فعلية أساسها الفاعل أو نائبه. وابن مالك في هذا بدأ يركب ذكر النكرة والمعرفة وأنواع المعارف والاسم والفعل والحرف وهنا بدأ يركب الكلام. بدأ بالجملة الاسمية
لأنها تدل على الثبات والدوام. إذا قلت زيد قائم كان قائما قبل كلامك وبعده وأثناءه تدل على الثبات والبقاء. وإذا قلت قام زيد تدل على الحدوث. قال مبتدأ زيد. المبتدأ نوعان، مبتدأ له خبر، والمبتدأ عموما اسم أو بمنزلته، اسم أو بمنزلته أسند إليه خبر أو رفع مكتفا به. اسم أو بمنزلته مجرد عن العام اللفظي أو بمنزلته مسند إليه أو وصف رافع مكتفا به، رافع لمكتفا به. مثال الاسم زيد قائم، والمؤول به أو بمنزلته نحو وأن تعفو أقرب للتقوى وأن يستعففن خير لهن. مجرد على العضية مثل زيد قائم، بمنزلته نحو ما في الدار من أحد، فإن حرف الجر الزائد كلا وجود، فأحد مبتدأ مرفوع بضم مقدرة منع من اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ومثله بحسبك درهم، فحرف الجر الزائد كلا وجود، حسبك مبتدأ مرفوع بالضم مقدرة منع من اشتغال المحل حرف الجر الزائد. ودرهم خبره أو رافع لمكتفى به نحو أقائم زيد، قائم مبتدأ وزيد فاعل أغنى. ومضروب العبدان، العبدان نائب فاعل سد من سد خبر. وقالوا هل الأصالة في الرفع للمبتدأ أو الفاعل؟ قال السيبوي للمبتدأ، لأنه يتقدم فيبقى مبتدأ ويتأخر فيبقى مبتدأ. زيد في الدار مبتدأ، في الدار زيد غيرت موقعه فاحتفظ بابتدائيته، بخلاف الفاعل إذا غير موقعه تقول زيد قام، فإن قلت قام زيد غيرت موقعه لم يعد فاعلا. والآخرون لا يسكتون، قالوا الأصالة في الرفع للفاعل لأن عامله لفظي والمبتدأ عامله معنوي وهو أضعف. الله أعلم. قال السيوطي واختلفوا فيما له التأصل في الرفع هل مبتدأ أو فاعل، وجه كل باتجاه يجلو، من ثم قال البعض كل أصل. ما ثمرة هذا كله؟ إذا قيل لك من قام قلت زيد، قيل لك علي زيد تقول زيد فاعل، والتقدير قام زيد. وإن كنت من الجماعة الأخرى جماعة السيبوي تقول زيد مبتدأ والتقدير زيد قام. هذا ثمرته. قوله مبتدأ زيد هذا تقرير للقاعدة بالمثال، وهذا كثير في كلام ابن مالك كثير جدا، كقوله وارفع بواو وبي يجر وانصب سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذين. شبه ذين ابحث عنه. قال مبتدأ زيد وعاد الخلق. قال بعضهم وشادن يسألني ما المبتدأ وما الخبر بينهما لي مسرعا، قلت له أنت القمر. ليس هناك أصعب من هذا. مبتدأ زيد، وإذا قلت زيد على زيد مبتدأ وعلى خبره، وأول مبتدأ والثاني، هذا النوع الثاني من المبتدأ وهو الرافع للمكتفى به. السالم ذاني، السالم مبتدأ مرفوع بضم مقدرة على الياء، وذاني فاعل سد من سد خبر مرفوع بالألف، فاعل في السالم ذاني. وكذلك كيف قائم زيد، السالم الاستفهام بحرف، كيف قائم زيد الاستفهام باسم، كيف اسم استفهام مبني في موضع نصب حال، قائم مبتدأ وزيد فاعل سد من خبر. ما راكب عمرو، ما اسم استفهام مبني في موضع نصب مفعول به، وراكب قلت راكب، راكب مبتدأ مرفوع بضمه وزيد فاعل سد ما سد خبر. من ضارب عمرو، من اسم استفهام مبني في موضع نصب مفعول به، وضارب مبتدأ وزيد فاعل سد ما سد خبر. وكذلك النفي، قال وكاستفهام النفي تقول ما قائم زيد، ما نافية، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. قائم اسم كان، اسم ما مرفوع بضم ظاهرة وزيد فاعل سد ما سد خبر. أين خبر ما المنصوب؟ لا يوجد. وكذلك بالفعل، ليس قائم زيد، ليس قائم، ليس فعل ناسخ،
قائم اسمها مرفوع، زيد فاعل، سد مستخبر، أين خبر ليس المنصوب؟ لا يوجد. قلت في هذا المثال يدل على أن الفاعلية أقوى من المبتدا، قلت لم أسمع من قالها، لأن ليس تنصب الخبر واختفى خبره صار فاعل. هذا أقول. وكذلك النفي قد يكون بالاسم، مثل غير لاه عداك فالطالح له ولا تغتر بعارض اسمي، غير لاه غير مبتدا، لاه مضاف اليه مجرور بكسره مقدره، وعداك فاعل، سد ما سد اخبار مرفوع بضم مقدر الالف من عمدوله التعذر. قلنا قولي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هذا ما قوله. وقس وكاستفهام النفي، وقد يجوز نحو فائز للرشد، لا يجوز البصريون ان يقع الوصف مبتدا الا اذا كان معتمدا، والكوفيون يجيزون، استدلوا بقول الشاعر خبير بنو لهبين، قالوا خبير مبتدا وبنو لهبين فاعل، سد ما سد اخبار، وخبير وصف لم يعتمد على شيء. وحمله البصريون على التقديم والتاخير، وعندما اعترض عليهم بأنكم أخبرتوا عن بنو لهبين بخبير، والخبر والمبتدا يتطابقان في الإفراد والتثنية والجمع، قالوا خبير بمنزلة فعيل وبمنزلة الملائكة بعد ذلك ظهير. وقد يجوز نحو فائز الرشد، إذا قيل لك قائم زيد، فإن كنت كوفيا قلت قائم مبتدا وزيد فاعل، سد ما سد خبر، وإن كنت على المثل البسيط تقول قائم خبر مقدم وزيد مبتدا، وهذا أسلم لعله أسلم إن شاء الله. والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد يطلقان استقر. قال إذا تطابقا في غير الإفراد، وهو تثنية، لا طيب ما شاء الله، إذا تطابقا في غير الإفراد وهو تثنية هو الجمع، وعرف الوصف المتقدم خبرا مقدما، والمرفوع والاسم الذي بعده مبتدا مؤخرا، فإذا قلت أقائمان الزيداني تقول قائمان خبر مقدم والزيداني مبتدا مؤخرا، لو قلت قائمان مبتدا والزيداني فاعل أغنى يقال لك الفعل لا يثنى ولا يجمع مع الفاعل، وكذلك الوصف لأنه على طريقته، ومن أجاز هناك لغة أكلون البراث أجاز هنا، يقول قائمان الزيداني قائمان مبتدا والزيداني فاعل أغنى، يقول لك هذا لغة أكلون البراث، يقول لك أنا لا أمانع فيها. وكذلك أقائمون الزيدون قائمون خبر مقدم والزيدون مبتدا مؤخر، انا قلنا انا قريب. والثاني مبتدا وذا الوصف خبر ان في سوى الافراد طبقا استقر، تخرج عندي ثلاث صور، اذا تطابقا في غير الافراد فالمقدم خبر والثاني مبتدا، واذا لم يتطابقا في غير الافراد اختلفا في غير الافراد، مثل اقائم الزيداني اقائم الزيدون تعين وجه واحد، قائم مبتدا والمرفوع بعده المثنى او الجمع فاعل، سد ما سد خبر او نائب فاعل اذا كان الوصف اسم مفعول. واذا كان مفردين قائم زيد جاز الوجهان، قائم خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر، قائم مبتدا وزيد فاعل، سد ما سد خبر. قال ورفع مبتدا بالابتداء كذا، قال ورافع المبتدا الابتداء، كل عوامل اللغه العربيه نوعان، لفظي وهو كثير جدا، لفظي إن ليت لعل ضرب قام كتب كاتب نائم لعل، ومعنوي وهو اثنان فقط كما يقولون، الابتداء رفع المبتدأ، التجرد رفع المضارع، زاد الكوفيون المخالفة وزاد بعضهم تمام الكلام، قالوا طاب زيد نفسا انتصب عن تمام الكلام، الكلام تم بعده فانتصب، إلا نحو يقبلها ولا تقبلها. رفعوا مبتدا بالابتداء، كذلك رفعوا خبرين بالمبتدا، رفعوا الخبرين بالمبتدا، تقول زيد قائم رفعه زيد، وقيل ترفع، وقال بعضهم لا تتوقف على هذا فائدة. اكفيك هذا السؤال.